أنا عبر زوم الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع. دكتور حسام مساء الخير يا فندم. مساء الخير واهلا بحضرتك. طبعا سعيد اكون مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، وسعيد جدا بالفرصه واثارها الكبيره المتوقعه على مشهد الشركات الناشئه في مصر. أشكرك وأنا سعيدة جدا إن أنتم موجودين معانا، لكن خليني أسألك الأول، يعني طبعا هو سؤال بسيط جدا ومفروض ما نسألوش، بس أنا أحب أسمعه من حضرتك. وزارة الاتصالات وعلاقتها بالستارت أبس، قد إيه بتدعموا الستارت أبس؟ قد إيه مهتمين بالستارت أبس؟ طبعا هو يعني احد المحاور الثلاثه لاستراتيجيه الوزاره هو محور رياده الاعمال المعتمده على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اي قطاع. يعني اي قطاع في الدوله بيبقى فيه حلول وتطبيقات معتمده على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبينتج عنه شركات ناشئه. ده محور مهم جدا بتهتم بيه الوزاره، والحقيقه المحور ده نتاجه اللي احنا بنقيس بيه تاثيره هو مشهد الشركات الناشئه في مصر، اللي احنا بنوصفها بمجموعه من العوامل زي عدد الشركات، زي حجم التوظيف اللي موجود في الشركات، زي عدد الصفقات الاستثماريه، زي حجم الاستثمارات. ويمكن من الحاجات اللي احنا سعداء بيها جدا ان حجم الاستثمارات كانت السنه اللي فاتت بنتكلم على 190 مليون دولار، النهارده احنا تقريبا قربنا قوي على نص مليار دولار في 2021 نص رغم مليار البانديميك. دولار، ياه، نص 500 بالظبط. احنا مليون حضرتك دولار، يعني ايه ده؟ رقم كبير جدا. بالظبط بالظبط. الحقيقه الشباب المصري كالعاده بيبهر العالم، وعاملين الحقيقه مجموعه شركات متميزه جدا، ولحد النهارده جايبين ما يقرب من نص 500، يعني 500 مليون دولار في 2021. والحقيقه احنا في الوزاره طموحنا ان شاء الله ان احنا نوصل لمليار دولار واكثر من هذا ان شاء الله في السنوات القادمه. فهو محور مهم جدا بالنسبه لنا في الوزاره، وبالتالي من هنا جت الفكره مراكز ابداع مصر رقميه كرياتيفه من الوزاره. اشرح لي بقى ايه هي كرياتيفا، بتعمل ايه للشباب، موجودة فين؟ تمام. طبعا هي كرياتيفا هي عباره عن منصه موجهه للشباب على مستوى الدوله. الهدف الاساسي منها ان احنا نحفز رياده الاعمال المبنيه على الابداع طبعا التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الحقيقه اللي هي بتتميز بيه انها موجوده في الان في 7 محافظات خارج القاهره. الخطه ان احنا نكون موجودين في جميع المحافظات على مستوى الجمهوريه، وان احنا نكون موجودين جوه التجمعات الطلابيه. عشان كده احنا موجودين جوه حرم الجامعات او موجودين ملاصق للجامعات، يعني اقرب مكان، عايزين نكون اقرب ما يمكن للتجمعات الشبابيه اللي موجوده على مستوى الدوله. ده بالنسبه لنا هدف اساسي. الهدف الثاني الحقيقه انها تكون بالشراكه مع القطاع الخاص، يعني ده مهم قوي عشان نبني زي ما حضرتك يعني مصطلح ايكو سيستم، او نبني بيئه محفزه للابداع ورياده الاعمال في جميع المحافظات. فاحنا بنشتغل حكومه بنحوكم ونحط القواعد، ونسيب القطاع الخاص بخبراته وامكانياته يدير عشان نقدر نحقق الاستدامه. الحقيقه في حته القطاع الخاص مش فقط قطاع خاص محلي، لا احنا كمان بنتكلم على قطاع خاص عالمي. احنا اوريدي وقعنا مع يعني مشغل عالمي من سيليكون فالي او وادي السيليكون في الولايات المتحده الامريكيه، بحيث انه يدير احد برضه مراكز شبكه متكامله على مستوى الدوله بيديرها القطاع الخاص محلي وعالمي تحت اشراف الوزاره. والنقطه بقى الثالثه انها بتقدم مجموعه متكامله من الخدمات، بحيث ان انا ابتدي كده اعرف الشباب ازاي ان هو يلاقي فكره، ازاي يكون فريق، ازاي يحول الفكره دي الى نموذج عمل بزنس موديل، وازاي يحول البيزنس موديل الى ستارت اب، وازاي لما تبقى ستارت اب شركه ناشئه ازاي انها تقدر تجيب استثمارات وتقدر انها تكبر وتسكيل وتخرج خارج حدود الدوله المصريه. فهي الحقيقه مجموعه متكامله من الخدمات موجوده في مراكز ابداع مصر الرقميه كرياتيفا، وبنشوف تاثيرها بقى في الاخر ان احنا بنشوف عدد الشركات الناشئه اللي بتطلع وعدد فرص العمل وهكذا. طيب يعني قول لنا بقى هتقدموا ايه للشباب في الفرصه، الناس كلها مستنيه، وهتعملوا لنا ايه بقى في الفرصه؟ تمام. طبعا الحقيقه احنا حاطين يعني مجموعه نتمنى انها تبقى يعني تسعد الشباب جميعا المشاركين في المسابقه التلفزيونيه الفرصه.
اول حاجه ان احنا ان شاء الله جميع المتميزين في كل الحلقات اللي هي بيتنافسوا فيها الثلاث شركات مع بعض، ان شاء الله اللي هيفوز بالمركز الاول ده هنقدم له خدمه احتضان، هنوفر له مكتب داخل مراكز ابداع مصر الرقميه كرياتيفا، هندي له 180,000 جنيه نقدي وعيني عشان خاطر يقدر ان هو ينفذ الفكره بتاعته، وهنقدم له بقى كل مجموعه الخدمات المتكامله اللي تساعده في الاخر يعمل شركه ناشئه. يعمل شركه ناشئه. ده اللي هم في المراكز الاولى، ومش هننسى المراكز الثانيه، يعني بالنسبه للي هيطلع في المركز الثاني في هذه كل حلقه من الحلقات هندي له برضه يعني خدمات تدريبيه قيمتها 30,000 جنيه، هتنقسم الى شقين، شق ان انا اساعده بقى يحسن نموذج العمل عشان يقدر يفوز بعد كده ويقدر برضه يعمل الشركه بتاعته، والقسم الثاني ان هو يقدر يدرب الفريق اللي عنده على مهارات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات المطلوبه. ده باستثناء بقى في حاجه مميزه احنا عاملينها الحقيقه لقطاع الالكترونيات. يعني في حلقه كده خاصه صحيح هتكون عن الالكترونيات والابداع التكنولوجي في هذا المجال. طبعا حضرتك عارفه اهتمام الدوله النهارده في عدد كبير من المشروعات العملاقه، سواء بنستخدم التابلت في التعليم او بنستخدم المدن الذكيه والامكانيات التكنولوجيه المطلوبه في هذا المجال، فاحنا في الوزاره مهتمين قوي بتعميق المعلومات والمعرفه في مجال الالكترونيات. فعندنا ان شاء الله حلقه هتبقى خاصه للالكترونيات، الفائز فيها ان شاء الله هياخد برضه دعم عيني ونقدي بمليون جنيه، وان شاء الله هنوفر له يعني مكان متميز جدا في مبنى ايقوني يعني متميز جوه مدينه المعرفه، هيكون ليه مكتب هناك، هيكون ليه خدمات معامل تساعده على تطوير فكرته، هيكون جوه الحقيقه بيئه متكامله تخليه يعمل شركه ناجحه في مدينه المعرفه اللي هي تبع الوزاره في العاصمه الاداريه الجديده. يا احنا سعداء جدا الحقيقه برعايه وزاره الاتصالات وبالذات كرياتيفا، لان هو ده يعني هي دي الرعايه الصح، لانه كرياتيفا هي الستارت ابس، هي الحاضنه الاكبر للستارت ابس في مصر، وبنتمنى ان احنا انه كتير من الشباب يلجأوا لكرياتيفا علشان فعلا هتقدم لهم مساعدات كثيره في انشاء شركاتهم، ومساعدات تقنيه، مساعدات معرفيه، وبتساعدهم بالنوها وكمان. واحنا سعداء ان انتوا هتكونوا معانا في البرنامج علشان ايضا نقدم دعم للشباب سواء من خلالكم او من خلال النصايح الحكام، او يعني نقدم فرصه للشباب في من الستارت ابس. شكرا، بشكرك مهندس حسام عثمان، دكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للابداع.